السلام عليكم البنات، كنتمنى السلام. انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة ام سامي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد مع فيديو اخر من سلسلة مي توب برودوي او منتوجاتي المجربة. اليوم ان شاء الله عندنا لاماك دي ام او باليا. مهم غنبداو على بركة الله. عندي هنايا ان جيل دوش ديال هو هذا البنات في 300 ml، في ريحة الكوكو وريحة الاناناس زوين، كتعجبني انا سورتو بزاف كتعجبني ريحة الكوكو في لي برودوي. ريحتو غزالة. وكيف ما كتعرفوا البنات لي برودوي ديال باليا كيكونوا شويه رخاصين. هذا ما عقلتش بالضبط بشحال كنت خديتو، غيكون 25 او 30 درهم جو كوا، با 30 درهم غيكون 25. زوين بالنسبه لو بري ديالو والكاليتي زوين. ابري عندي هاد لو جيل دوش او كريم دوش. هذا سي كريم دوش تاهو زوين البنات، في 300 ml حتى هو. هذا استعملته قريب يسالي، خديته هو والديودوران ديالو نفس الريحة زوين عجبني البنات. سي ان كريم دوش روزيف. هذا لو ديودوران اللي قلت لكم ديالو، كنديرو سورتو في الصيف، كنديرو في لي شال ديالي في 200 ml زوين. مي ما كنديروش يوميا البنات، كاتبين فيه هنايا 100 ألومنيوم. المهم البنات هو هذا لو جيل دوش، هنا كاتبين لك 200 ml تيكال 400 ml، يعني هذا فحال مركز يعني. المهم زوين البنات عجبني انا. وعندي هاد لو دونتيفريس ديال دائم زوين صراحة، كيدير الخدمة ديالو. هو هاد لو دونتيفريس كنت كناخدو هو الاول، ابخي عاد سمعت بالضجة اللي دار لو دونتيفريز ديال الفحم. هو هذا البنات جربته حتى هو، تا هو غزال صراحة زوين. وابخي وليت كنستعمل غير هذا، هذا كان باقي عندي قبل ما نشري هذا. دونك مني عرفت هذا وليت كنستعمل غير هذا. هو لا تيب شوية صغير عليه، هذا فيه غير 75 ml وهذا فيه جو كوا 125. هذا صغير عليه مي زوين عجبني. عندي هاد لو سيروم البنات غزال. هذا بالنسبة للناس اللي كي يعني كيتخبل ليهم شعرهم بالزربة، هذا هو الحل المثالي. عن تجربة البنات، يعني واخا كتنساي شعرك هكا ما تمشطيش ولا، اون فوا كديني بهذا وفي 100 ml البنات يعني كي يدي بزاف. انا هذا شوفوا يلا وصلنا النص دابا، وشحال هادي دابا هو عندي بلوس كو جو كرو 6 موا. المهم البنات هذا قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيتخبل لهم شعرهم بزاف، هذا هو الحل. وفي نفس الوقت كي ريباري الشعر وكيعالجو زوين. انا هذا هو مون كو دو كور في لي برودوي د باليا، عجبني بزاف البنات. واهم حاجه البنات هو يكون زيرو بارابين. جو سي با واش هذا زيرو بارابين ولا عمرني ما ديتها فيه، جو سي با. اخر برودوي البنات ديال باليا هو هاد سبراي، بادي سبراي في ريحه الفاني. صراحه البنات ريحته مجهده بزاف،
ريحته مجهده بزاف، انا ما قدرتش عليه نهائيا. كيف ما كتشوفوا كيف ما شريته ها هو بقى. كنديرو مره مره في الوسادات اللي كنتغطاو بيهم، او الوسادات اللي كنديروهم او الغطايات ديال ولدي ولا هذا. مي بو لو كا جامي جامي درتو من وراء اول استعمال، ما عاودش درتو. هذا صراحه ما عجبنيش نهائيا، في ريحه مجهده بزاف. انا طبيعتي اساسا ليا ريحه الفاني كنحماق عليها، مي في هذا البرودوي هذا بالضبط ريحه الفاني مخلطه مع شي حاجه ما عرفتش بالضبط شنو هي. مي خايبه البنات، اخر مره نعاود نشري، بغيتو غير انت يسالي. هذا صراحه ما عجبنيش. هادو هما لي برودوي البنات ديال باليا اللي عندي. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، يجي فيديو قصير القصير سامي. المهم البنات اللي غادي تسالوا، منين كنجيب هاد لي برودوي ديال باليا؟ كنكومونديهم من عند واحد السيد كيدير لا ليفريزون، كيجيب لي برودوي من الالمان، و كندير انا لا دوموند ديالي وكيليفريهم ليا هنا لكازا. وهاد السيد ما كاينش في كازا، وقيلا شكون في المحمديه. المهم كيليفريهم ليا هنا لكازا، كيدير ان بري ريزونابل وهذا بري زوين. المهم البنات، كاينين بزاف ديال لي باج، و الا بغيتو نحط لكم لا باج ديالو في لا بار دانفو. المهم البنات، هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انني نكون كنت خفيفه عليكم. ما كاينينش بزاف ديال لي برودوي ديال باليا، جو كرو سبعه لي برودوي بديو تاعهم لي دوال دي، حيت انا كفيني هو كيدور هنا حدايا. كنتمنى ان الفيديو تكون نالت اعجابكم، والى فيديو قادم ان شاء الله نفس السلسله. سلامه.